أن ابقى معي لمزيد من النقاش إلى داخل أنطاليا، إلى علي الأحمد مدير موقع سوريون أحد المشاركين في المؤتمر. أستاذ علي، هل تسمعني؟ هل أنت توافق على هذه الرؤية بأن من يجتمعون في أنطاليا لا يمثلون إلا أنفسهم، لا يمثلون طوائف الشعب السوري؟ شكرا جزيلا عزيزتي، شكرا جزيلا، أحييك من أنطاليا مع نهاية اليوم الأول لفعاليات المؤتمر السوري للتغيير. الحقيقة يعني في سوريا المسؤولون ومن يمثلهم يقتلون الناس في الشوارع، ينتهكون الحرمات، يسرقون الأموال، فإذا كانوا يعني قبلوا لأنفسهم أن يفعلوا هذه الأشياء الفظيعة التي أنكرها العالم كله عليهم، فهل سيجب علينا أن نجتمع ربما لأول مرة بهذا الحماس وبهذا التفاهم وبهذا الانسجام لكي ننظر ما هو مستقبل بلدنا؟ فكلام المسؤولين السوريين أرجو ألا يأخذه أحد نهائيا بعد اليوم. يعني على نحن نستطلع الرأي والرأي الآخر من داخل سوريا وأيضا من داخل أنطاليا. هذا هو اليوم الأول كما ذكرت، ما وصلنا هو أنكم اتفقتم على أو بشكل مبدئي على تشكيل ائتلاف عشائري معارض للنظام في سوريا. كيف ستكون آلية عمل هذا الائتلاف؟ كيف ستتمكنون من مزاولة الحياة السياسية في سوريا بالوضع القائم حاليا؟ أختي، هناك حراك كامل ضمن هذا المؤتمر، حراك سياسي، حراك تعارف بين الناس. الناس معظمها جاءت من أماكن متعددة، من خلفيات فكرية متعددة، من 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 كافة المجالات، فهناك حراك كامل يصنع وتتم ترجمته إلى أوراق عمل وإلى مقترحات وإلى يعني الآن هؤلاء الناس يمثلون الشعب في سوريا، يمثلون شريحة كبيرة من الشعب، وهم في أول خطوة لما يمكن أن يقوم به تجاه مصلحة بلده. لكن يقال أنكم معظم المؤتمرين هم من أقصى اليمين، لا يمثلون كثيرا من أطياف الشعب السوري، يمثلون هامشا ضئيلا من الأكراد مثلا، ويمثلون هامشا ضئيلا من عدد من التيارات الإسلامية. يعني كيف انتقيتم الحضور في هذا المؤتمر؟ هل كانت هناك دعوة عامة؟ وهل استجاب لهذه الدعوة أطراف مختلفة من أطياف الشعب السوري؟ الحقيقة أن النظام يعني أصبح له أعداء كثيرون. في البداية أحداث الثمانينات كان معارضوه غالبيته من الإسلاميين وحزب العمل الشيوعي. الآن أصبح كل الناس وآلاف السوريين في الخارج يعيشون، وهم كثير منهم تحول من مواطن عادي إلى مواطن معارض بسبب ما يراه في بلده. الشعب السوري في معظمه أصبح معارض، فالنظام يكسب أعداء الحمد لله، كل يوم يكسب أعداء، ونحن نكسب أصدقاء في العالم كله، لأن الأصدقاء يزيدون معنا، تعاطف الشعوب المجتمعات معنا. فهؤلاء ناس سوريون حقيقيون، مواطنون، معروف أبائهم وأجدادهم ونسبهم. فماذا يريد النظام أكثر من ذلك؟ شيوخ عشائر، هناك أكراد، هناك إسلاميون، هناك أعلان دمشق، هناك من كل الملل التي تمثل في سوريا. أستاذ علي الأحمد مدير موقع سوريون أحد المشاركين في المؤتمر للمعارضة السورية في أنطاليا، شكرا جزيلا لك، ونعتذر عن رداءة الخط. شكرا لك جزيلا أستاذ أحمد.